الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم. مبادرة هائلة جدا أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية في أيام الأجازات. الناس اللي عندها أدوية ده معاد استلامها، مفروض أنهم بيروحوا ياخدوها من المراكز أو الوحدات الصحية، وفي الأجازات مش هيقدروا مثلا أنهم يروحوها. اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده دواء قلب، ده الميعاد بتاعه، فبيبعتوا له الدواء لغاية البيت. وكمان ممكن اللي يوصل له الدواء ده يبقى فيه اطمئنان على صحتهم، لو في أي حاجة مش مظبوطة يبقى فيه قياس للسكر من اللي هيروح له في البيت. الحياة مبادرة جميلة خصوصا مع كبار السن اللي هم ممكن ما يقدروش أنهم ينزلوا لغاية المراكز الطبية ياخدوا الأدوية بتاعتهم. فأتمنى أنها تعمم في كل المحافظات المبادرة الجميلة والهائلة دي، مش في إسماعيلية بس، وما تكونش خاصة بوقت الأجازات لكن بشكل دوري يبقى في ناس بتوصل. المنتفعين من المبادرة دي يعني أعتقد رقم كبير في إسماعيلية بس، 14,000 منتفع دول اللي مسجلين على السيستم اللي ليهم علاج بياخدوه. كمان المبادرة أو أعلنت هيئة الدواء أو وزارة الصحة أن في أيام الأجازات شغالين المراكز الطبية وعيادات الأسرة من 8 الصبح ل 8 بالليل، فلو في أي حاجة حد احتاج أن يروح لمركز طبي هتلاقوا العيادات مفتوحة من 8 ل 8، وبالشفاء يا رب والصحة للجميع.